مساعي وقف إطلاق النار في لبنان تدخل مرحلة الأوراق التفاوضية. بيروت تدرس مقترحاً من 13 بنداً. نازحون في غزة يتوسلون الحاجية الأساسية والمياه النظيفة، والأمم المتحدة تتحدث عن مهمة مستحيلة. حزب العدالة والتنمية يكشف أن الجيش التركي ينتظر الأوامر لبدء عملية عسكرية شمال سوريا. نزوح أكثر من 340 ألف سوداني من ولاية الجزيرة إلى القضارف وكسلة. طب صباحكم بكل خير مشاهدينا، هذه رونك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن منسوب مرتفع من التفاؤل وفق تعبيره حيال وقف الحرب، معتبرا أن الأمريكيين جادين جدا وقد أبلغوه بوجود إرادة إسرائيلية للانتهاء منها. بري الذي كشف في حديث لموقع المدن أن الورقة الأمريكية المطروحة في هذا السياق لا تلحظ أي حق لإسرائيل بحرية الحركة العسكرية في لبنان، وكذا وجود بعض التعديلات اللبنانية التي سيتم إرسالها للأمريكيين. هذا ورفض بري تشكيل لجنة دولية لمراقبة تطبيق القرار 1701 أو إدخال قوات متعددة الجنسيات أو قوات أطلسية، مشددا على الالتزام بالقرار فقط وتفعيل عمل قوات اليونيفيل والجيش اللبناني لتطبيقه. ولدى سؤاله عن مطالبة إسرائيل بضمانات، قال إن أمريكا هي ضماناتهم. أما عن التصعيد العسكري الإسرائيلي حاليا فرأى فيه إمكانية فرض شروط لن تنجح وفق تعبيره. وردا على سؤاله عن المخاوف من اندلاع حرب أهلية، أكد بري ألا أحد يريد تكرار تجربة الماضي، معتبرا أن كافة اللبنانيين من حلفاء وخصوم يحتضنون 1,200,000 نازح. كلام رئيس البرلمان اللبناني جاء بعد الإعلان عن أن لبنان يدرس مقترحا أمريكيا من 13 نقطة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤولين مطلعين على المحادثات قولهما إن المقترح الأمريكي هو نتاج آخر للقاء بين بري والمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، اللذين تفهما على خريطة طريق وتطبيق القرار الأممي رقم 1701. المصادر أوضحت أن المقترح الأمريكي ينص على وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله لشهرين ونشر الجيش اللبناني على الحدود. وفي السياق أضافت المصادر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري طلب من السفيرة الأمريكية مهلة 3 أيام لدراسة مقترح واشنطن. وعلى جانب الإسرائيلي أفادت مصادر وكالة الأنباء الفرنسية أن تل أبيب لم تعلن موقفها بعد من المقترح الأمريكي لوقف القتال في لبنان. وأشارت المصادر أنه وفي حال موافقة إسرائيل وحزب الله على مقترح وقف إطلاق النار فإنه سيتم إعلانه على الفور في بيان أمريكي فرنسي مشترك. وفي السياق أفادت مصادر الحدث أن حزب الله يرى أن المقترح الأمريكي المقدم هو أول مقترح لوقف إطلاق النار قابل للنقاش. وأوضحت أن الرد اللبناني سيكون على أكثر من بد كنقطة لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701، إذ يقترح لبنان مشاركة بلد عربي فيها. وتضيف مصادر الحدث أن لاريجاني التقى مع حزب الله بهدف الاستماع لرأيه حول المقترح ومناقشته معه.
موافقة مشروطة وضعتها طهران على طاولة التسوية الأمريكية الخاصة بلبنان وفق هيئة البث الإسرائيلية، فالمقترح المفترض قد يحظى بطريق سالك، لكن إحدى إشارات مروره عدم تصفية حزب الله بالكامل. مسودة المقترح الأمريكي وصلت إلى يد رئيس مجلس النواب اللبناني قبل ساعات من استقباله كبير مستشاري المرشد الإيراني، زيارة أكدت على سعي إيران للحلحلة وليس التخريب ونسف التسويات وفق لاريجاني. بحثت في بيروت حلحلة المشاكل والأوضاع الصعبة في لبنان. إيران ستدعم لبنان حكومة وشعبا، ونأمل أن تتحسن الظروف. إيران تسعى لحل المشاكل ونيتنياهو هو من يخرب الأمور. أما المسودة فهي تشدد مجدداً على آليات القرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب عام 2006. خطوطها العريضة تنطوي على خروج حزب الله إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 18 ميلاً شمال الحدود الإسرائيلية، لتنتشر قوات اليونيفيل والجيش اللبناني جنوباً لمنعه من العودة. انتشار للجيش يفرضه المقترح كذلك على المعابر لمنع تهريب الأسلحة، فيما عمليات بيع الأسلحة للبنان أو إنتاجها داخله فخاضعة هي الأخرى لإشراف الحكومة اللبنانية. 7 أيام حددتها المسودة لإسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان لتحل مكانها القوات المسلحة اللبنانية على طول الحدود والمعابر خلال 60 يوما، لكن يبقى بند منح إسرائيل حرية الحركة في لبنان لمواجهة أي تهديد العائق الأكبر، ولا يزال حزب الله يضع أمامه الفيتو. الحكومة اللبنانية كذلك ترفض توقيع أي اتفاق لا يحافظ على السيادة اللبنانية ويضع تفاصيل إضافية للقرار الأممي. في التطورات الميدانية، يخيم الهدوء الحذر على ضاحية بيروت الجنوبية مع توقف الغارات الإسرائيلية منذ ليلة أمس، هدوء يخرقه بين الحين والآخر تحليق للطيران المسير الإسرائيلي وعلى علو منخفض. في المقابل لم تهدأ جبهة الجنوب من العمليات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، فقد تواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة كما في البقاع اللبناني. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية التصعيد الأخير وصلت إلى 3445 قتيلا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 14599 مصاب. أفادت مراسلة الحدث بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة شمع في جنوب لبنان بعد مواجهة عنيفة، وأعلن حزب الله في بيان له استهداف تجمع لقوات إسرائيلية عند أطراف بلدة حانين بطائرة مسيرة. وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية حاولت وللمرة الأولى التقدم والوصول إلى بلدة حانين في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وأن التقدم جاء من بلدة عين إبل القريبة من بنت جبال ورماش. أعلنت قوة اليونيفيل أن قذيفة مدفعية أصابت مقرها في القطاع الغربي في جنوب لبنان، وأضافت أن القذيفة لم تنفجر ولم يتم تسجيل إصابات بين قوات حفظ السلام، مشيرة إلى أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام هي انتهاك جسيم للقوانين الدولية الإنسانية. وعلى الجبهة المقابلة، مراسل الحدث أفاد بإعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرتين فوق الجليل الغربي، كما أفاد بإطلاق صفارات الإنذار في إيلات ومحيطها جنوب إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من الشرق.
من صيدا جنوب لبنان ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. محمد أهلا بك معنا، نتابع معك التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية وحتى اللحظة، تفضل. نعم صباح الخير. هناك الآن هناك هدوء حذر يمكن القول على يعني شمال نهر الليطاني، هناك هدوء حذر حتى العاصمة بيروت. هذا الهدوء يتخلله تحليق لبعض المسيرات فوق الضاحية الجنوبية، فوق سور، فوق النبطية، فوق تبنين، وأيضا الطيران الحربي الإسرائيلي قبل حوالي ساعة خرق جدار الصوت فوق بلدات الجنوبية. يعني ليل كان صاخبا، الغارات الإسرائيلية كانت مستمرة على عدد من البلدات مثل منطقة الليطاني، المحمودية، مشارف بلدة أسريرية، أيضا برج رحال، تبنين، لخيام، الجمجمية، زيتا، وأيضا دير الزهراني، عنقون، ابن عفول. هذه البلدات تعرضت لغارات في الليل، يعني منذ السادسة أو السابعة مساء حتى الثالثة صباحا. بعد الثالثة صباحا هناك هدوء يعني يخيم على معظم بلدات الجنوب. هذا الهدوء تخرقه بعض يعني القذائف المدفعية التي يقوم إطلاق الجيش الإسرائيلي بإطلاقها باتجاه منطقة الخيام، باتجاه منطقة شمع أيضا التي يعني بالأمس دخلتها القوات الإسرائيلية وقامت بتفخيخ بعض يعني المنازل وأحد المقامات داخل تلك البلدة، فقامت بتفجيرها ومن ثم الانسحاب بعد اشتباكات عنيفة أيضا مع مقاتلي حزب الله. تراجعت القوات الإسرائيلية إلى يعني بحدود بلدة يعني طير حرفة ومثلث الجبين، حيث الآن يعني منذ يمكن القول الواحدة ليلا كان هناك اشتباكات في هذا المحور ويعني تتراجع القوات الإسرائيلية. أيضا ما حدث هذه الاشتباكات؟ حزب الله يقول أن الجيش الإسرائيلي سحب بعض وحداته. عندما نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي ينسحب من منطقة ما بعد مواجهة حزب الله، عن أي حدة معارك نتحدث بحسب ما يصلك من معلومات؟ يعني روناك ما يتداول، ما يصلنا بحسب المصادر الرسمية والغير رسمية، حزب الله يستخدم استراتيجية، هو يسمح بتقدم بعض القوات الراجلة، فقط الراجلة، لتدخل إلى بعض الأماكن وتتمركز، ثم يكمن لها ويشتبك معها. وبحسب بياناته يقول أنه يعني يوقع هذه الفرقة بشكل كامل بين يعني هناك إصابات بين قتيل وجريح، ثم تنسحب الفرق الراجلة التي تتقدم. ولكن عندما يكون هناك فرق مؤللة من آليات ودبابات يقوم فورا حزب الله باستهدافها بصواريخ الكورنيت أو يعني الصواريخ المضادة للآليات والمدرعات. أيضا الجيش الإسرائيلي أيضا يستخدم استراتيجية أصبحت معروفة في الشريط الحدودي، القوات الإسرائيلية تتقدم بمجموعات صغيرة راجلة تدخل إلى الأماكن التي يعني أو إلى أهدافها، تقوم بتفخيخها وتنسحب ثم تقوم بتفجيرها. ورأينا هذا السيناريو في أكثر من بلدة، في مارون الراس، في عين إبل، في إبل السقي، في مروحين، في صدقين، في عيت الشعب وعلم الشعب. كانت هذه الاستراتيجية التي يتخذها الجيش الإسرائيلي بالدخول، تفخيخ أحياء بشكل كامل، تفجيرها ومن ثم الانسحاب. حزب الله يقوم بإعداد خطط ويعني كمائن، ويكون بعملية الإغارة والانسحاب، الإغارة والانسحاب والانكفاء، حتى يعني يحمي جنوده أو مقاتليه من المسيرات والطيران الحربي أو حتى المدفعية التي فورا بعد يعني إرسال إحداثيات تقوم باستهداف مراكز أو أماكن تجمع مقاتلي حزب الله. هذه هي الاستراتيجية الاشتباكات التي تجري في جنوب لبنان. بحسب المعطيات التي لدينا. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من صيدا جنوب لبنان، الصحفي محمد البابا. مشاهدين، حراك أمريكي في بيروت وآخر في تل أبيب سبيلا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. حراك
يجري تنسيقه بين إدارة مغادرة وأخرى قادمة وتريد استهلاك عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب بإنجاز دبلوماسي. واشنطن أبلغت المسؤولين في بيروت بوجوب إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار من دون ترابط بين جبهة لبنان وغزة، كما تبذل جهودا مكثفة في تل أبيب لدفعها إلى وقف إطلاق النار، إلا أن الإسرائيليين يكثفون عملياتهم مستفيدين من الأسابيع الفاصلة عن موعد تسلم ترامب. أموس هوكشتاين المفد الرئاسي الأمريكي شدد خلال تواصله مع فريق نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني والمكلف من قبل حزب الله بالتفاوض، شدد على ضرورة تحقيق تقدم سعيا وراء إجراء الزيارة إلى لبنان وإسرائيل وأن تكون منتجة. الطرفان يبحثان في كيفية صياغة بعض النقاط في نص الاتفاق المرتقب من أجل ضمان الانسجام مع القرار 1701. من بين تلك النقاط كانت إسرائيل تطالب بحرية الحركة جنوب لبنان إن أقدم حزب الله على أي تحرك عسكري. لبنان عارض، وكانت صياغة جديدة تقول بأن الجيش اللبناني هو وحده صاحب القرار العسكري وحامل السلاح جنوبا إلى جانب قوات الطوارئ الدولية، وهو أي الجيش من سيتولى معالجة أي خرق من قبل الحزب. ولكن ثمة شكوك في بيروت حول موقف تل أبيب حيال تلك النقطة، بحيث أنها تصر على الحصول على تعهد خطي جانبي مع الأمريكيين حول هذه النقطة. نقطة أخرى كانت عالقة تكمن في محاولة إسرائيل توسيع نطاق عمل لجنة المراقبة الدولية لآلية تطبيق القرار 1701 عبر ضم ألمانيا وبريطانيا إلى جانب أمريكا، فرنسا وممثل عن نيولنفيل، لكن لبنان رفضت عملية التوسيع تلك. هذه النقاط وسواها كانت محل بحث بين ليزا جونسون السفيرة الأمريكية لدى بيروت ونبيه بري الذي وبحسب المعلومات يناقش تلك المستجدات مع حزب الله قبل أن يتواصل وهوكشتاين في اليومين المقبلين. إذن لبنان أمام ساعات حاسمة قد تنتج تفاهما. يرجح مطلعون أن يرى النور في غضون أسبوع إن حلت كل النقاط الخلافية. ومشاهدينا نتابع وإياكم على الشاشة تحذير جديد من قبل الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية في منطقة حارة حريك. إذن نتابع وياكم مشاهدينا على الشاشة هذا التحذير الإسرائيلي من قبل الجيش بضرورة إخلاء مبنى في حارة حريك قبل استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت. أتى هذا التحذير بعد ساعات من الهدوء الحذر في الضاحية الجنوبية فيما عدا تحليق مسيرات استطلاعية واستكشافية من قبل الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. وهذه المشاهد المباشرة نتابعها وإياكم مشاهدينا للعاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها. ونقاشا لآخر التطورات اللبنانية من بيروت ينضم إلينا رئيس تحرير موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد. دكتور هادي صباح الخير، أهلا بك معنا. ما فرص موافقة لبنان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، خاصة بعد تضمين بند منح إسرائيل حرية الحركة لمواجهة أي تهديد لها؟ صباح الخير سيدتي. الحقيقة اليوم يعني نرى أن المساعي الجاهدة لقبول لبنان يعني هذه الورقة الأخيرة
أعتقد أنها يعني أقل من 50%. ربما البعض يرى أن هناك إيجابية كبرى في البنود الأخيرة التي كانت عالقة من قبل في الورقة أو المسودة التي سبقت هذه الورقة، إلا أن توسيع عملية طبعا يعني المراقبة الدولية على حدود لبنان لتطبيق القرار 1701 ربما يكون أيضا إحدى العثرات الأساسية في سبيل تطبيق هذا القرار ونص مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. أنا أعتقد أن كل ما يجري اليوم هو عبارة عن للأسف مضيعة للوقت. اليوم الإسرائيلي لن يهدي الإدارة المغادرة أي هدية في غضون هذا الشهر أو هذين الشهرين حتى استلام الإدارة القادمة. وأيضا في لبنان يعني المساعي يبدو أن الرئيس بري يعني كان واضحا برفضه لبعض الشروط، رغم أنه لا. قال أنه ليس هناك حركة أو حرية في الحركة عند الإسرائيلي، وبنفس الوقت ليس هناك يعني القوات الأطلسية التي تشرف على هذا الموضوع. طيب. لذلك نحن في الأمتار الأخيرة من هذا الموقف. طيب، على الجانب الآخر هناك تفاؤل لبناني بإمكانية التوصل إلى اتفاق، على النقيض من موقف حضرتك يعني البعيد عن التفاؤل، لكن ما هي التعديلات من وجهة نظرك دكتور هادي التي يمكن أن يضيفها لبنان على المقترح الأمريكي، وهل من شأنها أن تسهل من إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار أم إلى تعقيده أكثر؟ نعم، هلا انا اريد ان ابدا من موضوع يعني موقف حزب الله. الواضح ان حزب الله يعني ربما لا يريد هذا الاتفاق، هو مكمل في التصعيد، هو مكمل في حاله الانكار التي لديه، وهذا ما يترجم من خلال موقف الرئيس نبيه بري يعني من خلال موقفه لهذه المسوده. الرئيس بري كان واضحا وحريصا بانه لا يريد اي تجويف في القرار 1701، وهو يقول بأن أي تعديل ولو بكلمة واحدة على هذا القرار هو يعد خرق للاتفاق الذي كان بين الإدارة اللبنانية وإسرائيل عام 2006. لذلك يعني بكل بساطة ليس هناك أي تعديل ربما يطرحه الرئيس بري في إلا في حال حزب الله كان لديه الكلمة الفصل، من خلال الدراسة التي يقوم بها الآن النائب محمد رعد وبعض الأعوان أو المسؤولين من حزب الله يعني من خلال هذه الورقة الأخيرة. طيب دكتور هادي، فقط لنوضح نقطة، عدم موافقة حزب الله على هذا المقترح الأمريكي يعني أن لبنان الرسمي لا يوافق عليه؟ للأسف نعم، يعني اليوم لبنان الرسمي هو الواجهة رئيس بري ورئيس ميقاتي، إنما الدولة العميقة في لبنان هي حزب الله للأسف. يعني هذا موضوع ليس قيد البحث، إنما موضوع حقيقي وواقعي. لذلك الحزب اليوم الكرة في ملعب الحزب لكي يقول كلمته تجاه هذه الورقة الأخيرة المطروحة من المفادين الأمريكيين وطبعا من السفيرة الأمريكية التي قامت بزيارة الرئيس بري البارحة. طيب، الموقف الإيراني على لسان لاريجاني من بيروت طبعا يدعم أي قرار لبناني بخصوص تطبيق 1701، لكن من جهة أخرى التصريحات الإيرانية تؤكد على استمرار إيران دعم المقاومة. كيف تفهم هذه التصريحات دكتور هادي، وكيف يمكن أن تنعكس على لبنان الآن؟ أيضا هذه الازدواجية عند الإدارة الإيرانية تجاه لبنان كمان العديد من الشكوك والريبة تثيرها في الأوساط الداخلية اللبنانية والخارجية، وهذا ما دفع الرئيس ميقاتي البارحة للقول بأننا بين قوسين بطريقة غير مباشرة، لا نريد أي مساعدات من إيران، وذلك بسبب يعني هذه الريبة التي تشكلها كل التصريحات الإيرانية لا سيما من مستشار الرئيس الإيراني علي لاريجاني. أنا أرى أن الإيراني يعني كمان هو يساهم أيضا في طول هذه المدة بموضوع عدم وقف إطلاق النار، هو يعني متلون بأكثر من طريقة تجاه القرار اللبناني. نعم. ولا أعتقد أنه إيجابي في الطرح الجديد تجاه وقف إطلاق النار في لبنان. طيب. وهذه المسودة ولا أراه إيجابيا حقيقة. طيب، أعود إلى الموقف اللبناني دكتور هادي، يفضل لبنان مشاركة بلد عربي لمراقبة تطبيق القرار 1701،
لماذا من وجهة نظرك، وهل سيشمل تطبيق القرار تسليم حزب الله لسلاحه للدولة أم فقط الانسحاب وراء نهر الليطاني؟ السؤال الأول، نعم، يعني وجود دولة عربية في موضوع التحقيق من تطبيق هذا القرار قد يساهم طبعا في زيادة المصداقية عند الجانب اللبناني وعند الحكومة اللبنانية، كون كل الدول الموجودة على هذا البند هي دول من دول الغرب. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني، يعني بالنسبة لموضوع السلاح للحزب، هلا في جوف القرار وفي ضمن القرار 1701 لابد من بعد يعني خروج الحزب من الليطاني يجب تطبيق القرار 1559. اليوم نقول إذا كان هذا السلاح سلاح الحزب في شمال الليطاني، ماذا سوف يفيد بالنسبة لموضوع مقاومة العدوان الإسرائيلي؟ هل هناك عدوان إسرائيلي في الداخل اللبناني؟ إذن بات الأمر واضحا بأن أي سلاح خارج الجنوب اللبناني هو لا يشكل نوع من المقاومة أو الردع في وجه الإسرائيلي، إنما هو يوجه إلى الصدر اللبنانيين في الداخل، ويمكن إلى الطائفة الشيعية المعترضة أو الصحفيين والناشطين. لذلك نعم، أنا أعتقد أن البند الأول هو خروج الحزب من الليطاني في تحضير لتطبيق اتفاق الطائف طبعا، وهو حل كل الحركات العسكرية في لبنان، وهو تطبيق أيضا القرار 1559 الذي يتلو طبعا القرار 1701. شكرا جزيلا. من بيروت رئيس تحرير موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد. وساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها أيضا بعد الفاصل، نازحون بغزة يتوسلون الحاجية الأساسية والمياه النظيفة، والأمم المتحدة تتحدث عن مهمة مستحيلة. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. معاناة ما بعدها معاناة، فلسطينيون نازحون في ملعب اليرموك بغزة يتوسلون الجهات المعنية بتأمين الحاجيات الأساسية على رأسها المياه النظيفة، كما طالبوا بتأمين الأغطية ووسائل التدفئة في ظل البرد والشتاء. ولا حاجة معنا، لا بطانية وحتى حمامات ما فيش. بنروح على المستشفى، نروح عشان الحمام. المستشفى مية بتجينا، مية مفلترة بتجينا شحنين في اليوم، بنشرب مية ومية عادية، ما فيش مش حمامات. ايش
قعدنا للساعة 3 في السقعة، والصبح لما أعطونا خيمة عايشين على التكية، بتيجي التكية بناكل، بتيجيش لا لأنه معناش مصاري. ووضعنا سيد، 5 عائلات إحنا، 5 عائلات في الخيمة. الله بكفي وبحبك، الله بكفي قلب. أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاريك على استحالة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن قطاع غزة أصبح تحت الحصار، وهو الأمر الذي جعل الاستجابة الإنسانية تسير في الاتجاه الخاطئ وفق تعبيره. من وجهة نظرنا، وفقا لجميع المؤشرات التي يمكن أن تفكر بها في الاستجابة الإنسانية، فإنها جميعا تسير في الاتجاه الخاطئ. الفوضى والمعاناة واليأس والموت والدمار والنزوح بلغت ذروتها. لقد رأينا وشعرنا بقلق تجاه الوضع في شمال غزة، والذي أصبح الآن تحت الحصار فعليا، ومن شبه المستحيل إيصال المساعدات هناك. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، أهلا بك معنا. صورة أوضح وأدق للوضع الإنساني الآن في مدينة غزة مع عدم وصول المساعدات إلى القطاع، ومنذ متى تحديدا لم تدخل أي مساعدات إلى داخل القطاع؟ نعم روناك، يعني الصورة الإنسانية هنا في مختلف المناطق في قطاع غزة هي صعبة، وصعبة للغاية، خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا محافظة شمال غزة التي تضم جباليا وبيت لاهيا وأيضا بيت حانون. هذه المناطق التي لم يصلها أي من المساعدات منذ أكثر من 40 يوما، حيث أن العملية العسكرية المتواصلة في تلك المناطق والتي خلفت أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة نتيجة عدم وصول المواد الغذائية للفلسطينيين الذين باتوا يعيشون مجاعة حقيقية في ظل منع الجيش الإسرائيلي للمساعدات من الوصول إليهم، وسط تحذيرات أيضا أممية وعالمية من ضرورة إدخال هذه المساعدات للفلسطينيين حتى لا يموتوا عطشا وجوعا بفعل هذا الحصار المضروب على محافظة الشمال. ولكن فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية هناك، خاصة منذ ساعات فجر هذا اليوم، يعني سقط ضحايا وجرحى بين الفلسطينيين عقب غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق مختلفة هنا في قطاع غزة. 3 من الضحايا وعدد من الجرحى في صفوف الفلسطينيين جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة خضر في محيط مسجد مصعب بن عمير ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مخيم جباليا شمال القطاع تزامنا مع نصف الجيش الإسرائيلي منازلا في المناطق الغربية للمخيم. أيضا هذا يأتي في ظل أو بعد سلسلة غارات جوية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي طالت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة على وجه التحديد. أيضا هنا في مدينة غزة وقعت إصابات بين المواطنين بعد قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة حسب الله في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من المدينة، فيما سقط على الأقل 2 من الضحايا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. أما في وسط القطاع قصف مدفع إسرائيلي طال المناطق الشمالية من مخيم المطيرات، ولكن في جنوبه سقط كان 7 من الضحايا وعدد من المصابين بعد استهداف صاروخي من قبل طائرة حربية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة خان يونس. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون. كشف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك أن القوات المسلحة التركية في وضع يمكنها من بدء عملية عسكرية شمال سوريا بمجرد صدور الأوامر. وقال في مؤتمر صحفي من أنقرة إن تركيا تتابع التحركات في المنطقة خلال السنوات السابقة، وكانت تصدر أوامر العمليات العسكرية وبعدها بشهر أو شهرين يتم تنفيذها، مضيفا أن الوضع الحالي هو
أن الأوامر عندما تصدر فإن الجيش مستعد للضغط على الزناد للقيام بالعمل العسكري. ولفت المتحدث إلى أن مسألة الحفاظ على عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية هي مسألة حساسة وهامة جدا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف أنه سيناقش الموضوع السوري مع ترامب عندما يلتقيه. من دمشق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف. سيد غسان صباح الخير وأهلا بك معنا. كيف تقرأ توقيت ومضمون العملية التركية المزمعة على قسد؟ وهل لتوقيتها علاقة بعودة ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا؟ صباح الخير لك سيدة روناك وللسادة المشاهدين. نعم هذا صحيح، يعني لاحظنا عند فوز ترامب كان هناك تصريح لافت للرئيس التركي وخصوصا عند عودته أيضا من المجر، وقال نحن يعني سنبحث مع الرئيس ترامب الوضع في شمال سوريا ونشجع يعني الولايات المتحدة على الانسحاب وأيضا بألا تدعم وحدات حماية الشعب الكردية، وقال بأنه سيعمل على إقامة منطقة آمنة ما بين 30 إلى 40 كيلومتر لمحاربة الإرهابيين. طبعا هو يصف يعني قسد بالإرهابيين، ولذلك اليوم أعتقد بأن هذا التصريح هو جس نبض للإدارة الحالية الأمريكية وأيضا للإدارة الجديدة ولجس النبض الروسي أيضا. أنا أعتقد بأن هذه التصريحات المتكررة هي حقيقية وفعلية، وهو يريد فعلا أن يستولي على مناطق لم يحتلها. آخر عملية للجيش التركي كانت ما سماها نبع السلام، يعني في 2019 في 9 أكتوبر 2019 استولى على مناطق في تل الأبيض ورأس العين. أما اليوم فهو يريد أن يوسع امتداداته لتشمل عين العرب كوماني ومنبج وتل رفعت والقامشلي، وبذلك يتم مد هذا الخط الذي يقول عنه منطقة آمنة يعني امتدادا من اللاذقية إلى القامشلة على الحدود العراقية، وهذا يعني تفضلي. طيب على الأقل كانت هناك تصريحات أمريكية بهذا الخصوص، لكن ما تفسيرك للصمت الروسي المتواصل على الأقل حتى اللحظة سيد غسان مع تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال، الغارات التركية على شمال شرق سوريا؟ هلا يعني هناك تصريحات روسية يعني متكررة بأنها يعني لا يمكن لتركيا أن تقوم بأي عملية عسكرية في شمال سوريا، وهذه التصريحات سمعناها بعد عملية ما يسمى نبع السلام في 9 أكتوبر 2019، وكان هناك اجتماعات كثيرة يعني بين تركيا وروسيا وإيران وحتى على مستوى القادة يعني في 21 و22 و23، ورفضوا أبدا أن يكون هناك أي عملية عسكرية في شمال سوريا، وحتى حاول كثيرا مع روسيا ولم يفتح. وأنا أعتقد يعني التصريحات الأخيرة يعني وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف الذي قال بأن تركيا ترفض يعني التحدث عن الانسحاب من سوريا، وأيضا مبعوث الرئيس الروسي لافرنتييف قال هذا الكلام وقال أن الأتراك غير مستعدين للانسحاب وهذا يعرقل المحادثات بين سوريا ويعني تركيا. سيد غسان، ما انعكاسات هذه العملية التركية العسكرية إن تمت على مساعي التطبيق التي كان يحكى فيها خلال الفترة الماضية بين أنقرة ودمشق؟ هلا مساعي التطبيق لم تتوقف، يعني من 3 أيام تحدث أردوغان بعد عودته من القمة العربية الإسلامية وأيضا من قمة أذربيجان كوب 29 للبيئة، قال يعني بأنني أتطلع للقاء الرئيس الأسد، وبرر يعني عندما غاب عن كلمة الرئيس الأسد في القمة العربية الإسلامية قال كنت ألتقي مع ولي العهد محمد بن سلمان. هذا يؤكد يعني بأن أردوغان ما زال يسعى للقاء الرئيس الأسد، ولكن هنا في سوريا ينظرون إلى هذه النداءات المتكررة أو حتى الملحة للقاء الرئيس الأسد بأنه يريد أن يشرعن الاحتلال التركي لأراضي سورية، ومن ثم يقوم بتنفيذ ما يسمى الميثاق الملي. والميثاق الملي هو يدرج أراضي سورية كثيرة ومنها الأراضي التي يحتلها، وحتى أبعد من ذلك
ضمن الأراضي التركية. وإذا لاحظت يعني هناك تصريحات كثيرة لأردوغان عن الميثاق الملي وأنه هو لا يؤمن باتفاقية لوزان التي وقعت في عام 1923، ولذلك أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الشكوك والريبة تجاه تصريحات أردوغان للقاء الرئيس الأسد. وحتى الرئيس الأسد قال يعني لماذا سنلتقي إذا كنتم ترفضون الانسحاب، أو إذا كنتم يعني ترفضون وضع جدول للانسحاب من الأراضي السورية، هل تريدون أن نشرع عند احتلال؟ شكرا جزيلا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف. شكرا. حذر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة من تصاعد العنف المسلح في السودان الذي يعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ووفقا لآخر أرقام المنظمة فقد نزح أكثر من 340 ألف سوداني من ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، فيما فر معظم النازحين إلى ولايتي القضارف وكسلة المجاورتين للخرطوم، حيث أقاموا في أماكن مفتوحة. وأفاد تقرير أممي أن من بين النازحين أطفال ونساء وشيوخ ومرضى لا يملكون سوى ملابسهم. كما أشارت المنظمة إلى أن الحرب في السودان دفعت بأحد عشر مليون شخص للفرار من منازلهم وتسببت في أكبر أزمة جوع في العالم. هذا ويحتاج نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل. وتشير التقديرات إلى أن عدد السودانيين الذين قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر خلال الحرب الحالية المستمرة منذ 18 شهرا بنحو 130 ألف. وفي السياق، أفادت مصادر طبية سودانية بتسجيل عشرات الإصابات بالكوليرا بين صفوف النازحين والهاربين من حصار الدعم السريع لمدينة الهلالية في ولاية الجزيرة. يأتي هذا فيما أشار ناشطون محليون لوكالة رويترز إلى تصاعد أعداد الوفيات بين النازحين من مدينة الهلالية، حيث أكدت آخر إحصائية وفاة نحو 400 نازح. هذا واتهم النشطاء قوات الدعم السريع بتسميم أهالي الهلالية قبل نزوحهم. من مدينة أوبسالا في السويد ينضم إلينا مجدي النعيم، الأمين العام للمرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد مجدي، أهلا بك معنا. نركز معك إذن على الأوضاع الإنسانية في داخل السودان من خلال متابعتك ورصدك، هل الأرقام التي ذكرناها قريبة من الواقع أم الواقع أرقامه أكبر نتيجة صعوبة وصول بعض الإصابات إلى المراكز الصحية، وصولهم إلى مراكز الإيواء مثلا؟ أهلا بك وبمشاهديك. صحيح، الوضع بمستوى من السوء كما ذكرتم في تقريركم قبل قليل، بل في الواقع بسبب صعوبات الاتصال وبسبب تأخر خروج المعلومات من المناطق المعنية، على الأرجح الوضع هو أسوأ مما نعرف الآن، والأرقام أكبر مما يصلنا. ذكرتم أن على سبيل المثال أن عدد الموتى والقتلى في الهلالية يصل إلى 400، في الواقع الرقم أعلى من ذلك. الناس يتحدثون كان قبل يومين عن أكثر من 450 شخص ماتوا، سواء كان بسبب الإصابات بالرصاص أو الأغلبية العظمى كانت بسبب غامض غير معروف. بعض الروايات تشير إلى الإصابات بالكوليرا وهذا وارد جدا، وهناك روايات أخرى تشير إلى تسميم مصادر المياه وهذا أيضا وارد، أو إلى تناول مواد غذائية مسمومة مثل الحبوب المعدل الزراعة كتقاوي وبذور وليست معدل للغذاء الإنسان. فنقصنا بعض المعلومات بالتأكيد والوضع أسوأ مما نعرف. أي المناطق الأكثر تضررا من الناحية الإنسانية سيد مجدي بحسب ما يصلك من معلومات؟
في الواقع يصعب يعني تفضيل أو إعطاء الأولوية لمنطقة على الأخرى. كل المناطق التي وصلتها الحرب تعاني بأشكال مختلفة وتواجه نقص في ضروريات الحياة وتواجه نقص في الغذاء وفي الأدوية إلى آخره. ربما فقط تتفاوت درجة الشدة من منطقة لأخرى، ربما فقط تتيح المصادفات لسكان منطقة ما للحصول على مواد غذائية في وقت ما وتنقص نفس هذه المواد في وقت آخر. فالمناطق كلها تعاني، وإلا ما كان الناس يتحدثون عن أن نصف السكان يعانون من أوضاع غذائية حادة وأن هناك ملايين من النازحين يصلون إلى 11 مليون. يعني أرقام مزعجة وأوضاع تزداد تدهورا كل يوم. طيب النقص الكبير في المساعدات المقدمة لهؤلاء هو بسبب صعوبة وصول هذه المساعدات إلى مناطقهم أم شحها أساسا من الجهات المانحة سيد مجدي؟ الوضع مركب، هناك شح لكن أيضا هناك استخدام للغذاء كسلاح في الحرب من خلال محاولة التحكم في مواد الإغاثة على شحها الذي تصل إلى المواطنين. أيضا التحكم في حركة التجارة اليومية وحركة النقل من منطقة إلى أخرى. أيضا هناك نقص في الأدوية، القيود المفروضة على شبكات الاتصال. لأن شبكات الاتصال الناس يحتاجونها للحصول على المال، للحصول على المعلومات. طيب إضافة هناك تقصير سيد مجدي من الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية أم هذا أكثر ما تستطيع في ظل هذا العدد الكبير من الناس المتضررة في السودان؟ أعتقد في مراحل كان هناك نقص في الموارد المتاحة. يعني الأمم المتحدة طلبت أرغام أو تقديرات لم تحصل عليها لوقت طويل، لكن لا أعتقد الآن أن المشكلة في توفر الأموال للمساعدات في الإغاثة. تتوفر الأموال لكن الصعوبات تكمن في التدخلات السياسية ومحاولة التحكم في تدفقات الإغاثة أو في توصيل للناس أو في نهب المخزونات الأغذية إلى آخره. طيب دوركم في المنظمة هو فقط لرصد الأعداد والحالات الإنسانية أم أيضا لديكم جانب في محاولة الإسهام بتيسير وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة سيد مجدي؟ هناك فرق بين المنظمات العاملة في الإقاصة ومنظمات حقوق الإنسان. نحن منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان، نرصد الانتهاكات، نراقب، نحلل، نحاول لفت نظر الأطراف المعنية المختلفة بخطورة الأوضاع، نطالب، نضغط. لكن هناك نوع آخر من زملائنا الذين يعملون بشكل مباشر في الإغاثة، سواء كان في توصيلها أو سواء كان في تقدير الاحتياجات إلى آخره. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من مدينة أوبسالا في السويد مجد النعيم الأمين العام للمرصد السوداني لحقوق الإنسان. يعتقد كل ثالث شخص شمله استطلاع للرأي أجري في روسيا أن العلاقات الروسية الأمريكية ستتغير مع الرئيس الأمريكي الجديد. يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وصول ترامب لن يغير موقف واشنطن الأساسي تجاه الوضع في أوكرانيا. 4 من كل 10 روس يتوقعون تغييرات في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام أظهر أن 33% من المشاركين في التصويت يرون أن التغييرات تتجه نحو الأفضل، بينما 6% نحو الأسوأ.
ترامب رجل أعمال ويعرف جيداً أن العلاقة مع موسكو فيها منفعة اقتصادية كبيرة، لذلك سيتجه نحو تطبيع العلاقات. لا أتوقع رفع العقوبات لأن ترامب فرضها خلال ولايته السابقة. ترامب رجل عظيم، وأتمنى أن يتمكن من إنهاء الأزمة ويجعل من الولايات المتحدة وروسيا دولتين عظيمتين. أتوقع أن ترامب سيتمكن من إلغاء العقوبات التي فرضت على روسيا. هو الأفضل لكرسي البيت الأبيض، ولا سيما أن سكرتيرته الصحفية أصولها روسية وتعرف الوضع بشكل جيد. الروس أصبحوا أكثر حذراً في تفاؤلهم بترامب مقارنة بعام 2016 عندما أعرب حينها 46% من الروس المشاركين بالتصويت عن أملهم بذوبان جليد العلاقات الروسية الأمريكية مع ظهور ترامب. أمريكا ستبقى كما هي ولن يتغير شيء بغض النظر عن شخصية الرئيس. واشنطن عدونا الدائم ولن نكون أصدقاء، فهم ينظرون إلينا بعين الحسد بسبب امتلاكنا لموارد طبيعية هائلة. لكن مهما اختلفت النسب بين متفائل ومتشائم بمستقبل العلاقات، يبقى ترامب الرئيس الأمريكي الذي ينظر إليه على أنه أكثر صداقة مع روسيا بنسب استطلاع وصلت إلى 25% لأوباما عام 2012 وبنحو 12% لبايدن عام 2021. عبد الجواد الرشد، الحدث، موسكو. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن ودقائق، وتلتقيكم الزميلة ضحى السهيلي.